السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عسلامة، شنو احوالكم؟ لاباس عليكم. انا اليوم في نيس في كوجينه من كوجينات بنت خو اختي حسيلو. شنو احوالكم؟ حاب نصبح عليكم. شنو احوالكم اليوم البنات؟ البنات شاهين فطور من عندي من يدياتي، فباش نعمل حابين كرشه بواحدة من بنات اختي تحب على كرشه، شمانكة فحطيت غسلت انا هنا الكرشه، قصيتها صغيرين، غسلتها بطبيعه الحال وبعد صمتها مرتين، وتو حطيتها تيب في الماء وزيت برك على خاطر بلاش حمص. الحمص فركست ما لقيتش، وليت سعيده ها فما شوي فما شوي سعيده قالت لي هاني ماشيه باش نجيب الحمص شوي لا ما ينفعوش هذوما. سعيد مشات تجيب في الحمص وانا قلت لها خليني نقص من الجرس، قلت لها خليني نركب انا الكرشه وباش نعملوا طاجين. سعيده باش تعمل طاجين لكن انا باش نحضره لها مدامني في الكوجينه. باش تعملوا طاجين عادي بطاطا وسبنيخ، مشات باش تجيب سبنيخ. انا هنا مش نقشر البطاطا، ما انا بنت اختي تخدم وسعيده خرجت ما لقيتش برشا، هو عندها سكيك انا ما لقيتش، انا هذه حسي مش ماضي برشا. المهم هاني خل نشعل لكم الضو زعما، ايوا احسن هكا طقس محليه عنده هنا في نيس هكا. هكا احنا عندنا صباح توا، يا قلت مدامني وحدي خليني نصور لكم فيديو في الكوجينه باش نقصر البطاطا وقصها جويده نحضرها سعيده، لان مشيت تقضي باش نعمل ان شاء الله شاريه النعناع سعيده سعدوده ولوحده من بنات اخويا اختي حسي. غسلت وحطيتهم في كيس باش العشيه وقت اللي نحبوا تاي في الليل سهريتنا ولا حاجه مع بعضنا نعملوا كيس اخضر هكا، ما نقعدوش نغسلوا في التاي والنعناع وقت. المهم حسي باش نقص جويد، وهاني نحكي معاكم شويه. قلت لك انا باش نعمل شمنكه ومو تعرفوا احنا بناتنا كنجيو من بعد نبدو نكونوا في تونس وجايين، الشهوات الكل ما شاء الله ربي يفضلنا ليهم وفضلهم لينا، نطيبوا شهويهم كل اللي شاهي حاجه تقول لنا. عاد ملي خلطنا البارح واحده من بنات سعيده تحب على الشمنكه، ولات مشيت سعيده شريت الشمنكه على الصباح هي ورجلها وجابتها، ولكن ثم نسينا الحمص، مشيت رجعت تجيب في الحمص وانا قلت هاي خركب الشمنك على بكري خاطر توا تقريبا العشرة مش بكري، ما عادش بكري بكل زادة عرفتوا باش القايلة يعني ماضي ساعة كيك يروح من الخدمة ولا مساطي. هاي قلت خليني نزيد نحضر لهم شوية طاجين، سعيدة باش تجيب الجبن توا في يدها وانا هاني نعمل في شوية بطاطا. باهي انا في نفس اللبسه خاطر انا ما جبتش لبستي معايا وانا ما عندي كان حق في 8 كيلو بركة، ما عنديش 23 كيلو المره هذيا، قلت يلا يعني برسك جبتها سعيده جبنا فيها الحلو بناتي يحبوا على الحلو وحاجات موصينهم، انا ما جبتش حوايجي كان نجيبها بركة. قلت هذه وحده اخرى روبتي اللي جيت فيها، قلت تنمشي للسوق شوي ما تلهينيش اليوم قمة البارح تعبنا والاولاد تعرفوا سهريه واحنا متوحشين وعندنا برشا مساكن وكل كحدهم علينا، سهرنا الحقيقه البارح صبحنا راقدين نسعدوا مشيناش للسوق اليوم، قلت لها خلي غدو فما سوق منها نمشي منها نصور البنات فيديو. هاني انا زعما قلت لكم راني في الديار ما نصورش، لكن خاطرنا سعيده خارج تقضي هي ورجلها، قلت لها فرصة مادامني وحدي مانيش باش نصور حتى حد، الكوجينة ما نصورش يقولوا لي على الكوجينة بطبيعة الحال بنات خواتي. المهم البارح عرض علينا عمر ملي مشينا احنا قعدنا عند عمر هذاك من المطار، مرته روحت بينا ديريكت لدار عمر وتعش فطرنا عنده وتعشينا وسهرنا وزاد شدنا بيت عالصباح جينا لهني عصير. ربي يبارك لهم بالله العظيم تبارك الله عليها، عندهم كلنا بنت مش كلنا بسم الله الحمد لله، يجعل كل وحده كنتها كيكه، عندك هي وعندك كنين دار زاد الحق
نشيد بهم برشا، نسي اخواتي الثلاثه والله بالحق بالحق كنين يعني يملوا العين، وواحد بالفم يتكلم عليهم بالفم والمليان. هذه زاده كانت سعيد اختي الحق ربي يفضلها، زاده كيف كيف ناس مليح برشا وفرحت بينا البارح، وهي شدتنا حتى اكثر من عمر، ما خلونيش نروحوا، خلونا نبيتوا، شدونا على البيت. الصباح قامت بكري مشيت جابت كرواسون وجبونات انواع، ما تعرفوا جبونات فرنسا نودكم لنشهيكم، والحقيقه ما فهمش منهم في تونس، او على الاقل انا ملغي ما ريتش منهم في تونس، ما لقيتش باش ما نمشيش، يمكن خاطر انا ديما ما بين السينيه والحمديه وسليمي الطريقه هذاك كله، ما فهمش حاجه ليكس صراحه، يعني حاجه ليكس كي متعوده جبونات نكفين في كندا ولا في فرنسا هنا ما فهمش. المهم مش الحق طاوله ما شاء الله بخيرها وخميرها، نقولها معبيه تبارك الله، يدل على قلوب صحابها، فهمت؟ كانوا فطرنا وجينا عاد هنا، مشيت سعيد رجع جبت الواحد الشمينكا، ومشيت نسيت الحمص نسيت الحمص، ولت مشيت توا باش تجيب الحمص والبصل زاد، حتى البصل بنتها ما عندهاش في دارها البصل، في مشيت تشري في البصل وتشري في الحمص، وقلت اي خليني ندخل انا الكوجينه مادامني فرصه حتى فيديو واحد يزي فيه البركه. من بعد في الاخر كي تيب خاطر من بعد رجلها يجي، والبنات ما يحبوش الحقيقه التصوير، وعندهم حق هذا من حقهم، انا صورت وطبعا يعرفوا هما انا نصور، لكن المهم عندهم هما ما نصورهمش، هما ما نصورش الحديث وما نصورش ما نصورش حاجات خاصه، فهمتوا؟ بالنسبه للدار الكوجينه هاني وحدي في الكوجينه، فما حد البنيه غادي في الدار الاخرى تقري في دروسها، وسعيد مشى تقري، ومولات الدار بنتها الله يفضلها ان شاء الله هاجر، علاش نخبي في دار هاجر احنا توا الضيفه اللي نمشي لها كهو. نمشيو ليلى محمد رسول الله حسيلو، هي مشات تخدم قلت خليني ما ندور نحوس وندور على راحتي، انا داري هذه دار بنياتي، ما عنديش حتى فرق ما بين دار بناتي ودارهم هما، ناخذ حريتي بالكامل. هاي قلت خليني نصور فيديو للبنات، وبالمره نحضر انا مادام انا قاعده هاي داية تحرك، علاش ليه؟ عاد قلت لكم نفس الجبه لبستها، خاطر انا ما عنديش ما جبتش حوايج، قلت انا جايبه فليجتي 8 كيلو بركه، قلت بعد نحب نشري الحق كما كان هار، قلت لكم نحب غدوه ولا بعد غدوه، مازال بكري أو مزير بكري، أنا مزيد كي جيت البارح، غدوة بعدون نمشي للسوق، أنا سعيدة تهزني، وكنتها قطعة تنهز بالكهرباء، خاطر إحنا كان باش نمشي، عطوني هكا شرجعوا لي الكارتات، أنا سعدودة وحدة وسعيدة وحدة، أنا وحدة وسعيدة وحدة، كل متاع الباص ناخذ بها البيس تقولوا أنتم فرنسا، الباص الكار والتران، ونمشيو للسوق حتى بعد نمشيو، فهمت؟ لكن كنتها قالت لي ربي يبارك لها، إن شاء الله قالت لي أنا نهزكم بالكهرباء. نعمل بكم دوره في السوق بالكدا ونشوف اكيد باش نشري جبيباتي وكل، خاطر انا قلت لكم جيت بروبه واحده وجبه هذه الروبه هذه اللي مسفاه في الدار، هاي قلت ما نسالش هذاك علاش تروني نفس الروبه البارحه، ومعناها اول ما جيت لبستها واليوم هاني لبستها، تو نشوف نشتي الله اعلم، لكن انا تو نصوركم بقدره ربي كيما صورتكم شفتك البوتيك هذاك العربي، فيه كل شيء، فيه خير وخمير، راني ما صورتش الفيك يعني عنده والحاجات الاخرى، صورتها كل معون والحاجات اللي انا ديريكت نجري لهم، نحبهم برشا وتعجبني نموت على المعون الكل، عم باش نلوج على حاجه اخرى جيت هنا، قال لي عمرو ربي يبارك له البارح، قال لي خالتي اي حاجه رزينه تحب تشريها شريها وخليها لي جيبها لك في الصيف الكهرباء باذن الله، هو ما عندوش وزن برشا خاطر هو ديجا يروح بحوايج امه بمعون امه تشري فيه ومعونه هو، لانه هما بنين دار تبارك الله في تونس وسعيده عندها دويرتها، فانا مش باش نشري برشا حاجات، قلت له حاجه وحيده نحب نشريها من فرنسا، احنا عندنا في كندا وعندي محلاه في كندا، ولكن الرزينه تتكلف لي برشا ما نجمش نجيبها، قلت له مساحه اكلي من يمكن نعصر ما نعصرش بيدي، يا دوبك نشد العصا نهبطها اللوطه هي تتعصر الخيشه، انا محتاجه هذه، نحب نسيق ديما ونحب نعمل، لكن مشكلتي ما عنديش، خلينا نرجع على حاجه نحط فيها حاليا نحط فيها شو اسمه البطاطا باش ما تكحلش به،
هنا داك الشيء اللي كنحطو فيه هدايا، هذه مش منقوبه، ساشي جديد. ايوا من بعد نعاود نغسل ان شاء الله. فاطمه قلت لكم انا جديده في الكوزينه، عام اول مره ندخل الكوزينه، عندي عامين ما جيتش لهنا. قلت يلا خلينا نصب عليه الماء البارد بطبيعه الحال. حسيلو شنو كنت نحكي انا، مساحه. قال لي قال لي شري حتى بزينه ما يسالش، زين عليك على الوزن على الكل، انا نروح لك بها. يرحم والديه وربي يفضل وليديه ووليداته ومرايته. حسيلو قلت له باهي، انا الحاجه الوحيده عمر قلت له راني باش نموت على مساحه تعاوني برشا، تعرف اللي انا في تونس معناها نمسحوا برشا وغبره ياسر، خاصة أنا بالذات شيء كبير كبير كبير. يا محمد رسول الله. قلت له نحب مساحة أوتوماتيك، مش أوتوماتيك، هي يدوية، أما تعاوني برشا على المسحة. قال لي خذها وأنا نروح لك بها، أنا باش نمشي نشوف نوعية عندكمش أنتوما مساحة، تعرف نحبها تمسح بالكدا كيما يقولوها. جرايه ما تعرفش، انا نحبها تمسح بالكدا وما نستعملهاش بيدي، ما نعصر الجمله، نحبها تبل وتعصر من غير ما نستعمل انا يدي. هذوما ما عادش ما نجمش، هذوما ما نجمش باهي. فباش نمشي قتلي سعيده ثم انواع، ما نعرفش نغسل الخضره السعادية، نحط هذه على جنب. نص السلطه الخيار محليه، الخيار نتاعهم تميل تلمع هيك. هاو هما قراب تونس، تعرف نيس قراب تونس، يسرعوا من تونس من الجزائر من المغرب. انت ياكها قال لي هاني باش نمشي عاد، يكون نهار الاثنين مازال الجماعه فرحانين بينا من بلاصه لبلاصه من دار لدار، واحنا نحوسوا كل مره في دار واحده من بنات خويتي اختي ولا بيت عمو. ان شاء الله نبداو من نهار الاثنين نحوسوا، احنا السبت نروحوا مازال بكري، الاسواق محلوله، نمشي وان شاء الله ونشوفوا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نلقاها برك. اذا كان انتم تعرفوا نوعيه قولوا لي. باش نغسل الخس باش من بعد خليه يتسخطر باش كي نعسل يا محمد رسول الله، باش كي من بعد نجي نقسمي باش فيه الماء. ما فوحتهاش كرشة كان الزيت تاعو حطيت، قالت تيب على روحها، قصيتها جويدة تضحكوا عليا كان تشوفوني، أنا نحبها كيف الحقيقة، ما نحبش كرشة، نحب وقت نقص قديمة. نقص قد ما قديمه خبز ونعديها تهز كعبه حمص وكرشه وعندها الكبده، لكن الكبده غسلتها وقصيتها وخليت، علاش؟ على خاطر ما نرميهاش مع الكرشه من اول مره. بسم الله هاي غسلتها وخليتها لنا وقصيتها طريفيتها هما كبار شويه، خاطر هي كيكه تتقص كيكه مش كبار برشا، طبعا عندنا نقصوا فيها هذه من بعد نرميها وقت اللي نجيو نفوخو الكرش ان شاء الله. في بيلي سايده جيت حسيلو بعد وقت نفوخو نرميو الكرش نرميو شو اسمها هي الكبده، الكبده نحبها بالكبده. وكيما قلت لكم الحمص نستنى فيه حتى يجي، خليه من الحداك هذيك هو باش نعمل البطاطا باش ما تهتش. هنجيب معون خيره يا الله يا رب، باش نحط فيها البطاطا هذي خاطر البطاطا لازم هضمها. حطيتها من غير سيبور الكاميرا ونصور لكم، باش نعبيها بالماء ونخليها باش ما تكحلش من غير ما نحط شويه برك ملح حتى هاو. هاكم عبي بالماء وخليها هنا نشفها شويه ملح ونور ملح.
ما تعرفوا هاو مني جديده في الكوجين، انا ننسى عندي برشا ما جيتش شويه بركة الملح كما قلنا. هذه ما عملت فيه حط شيء، كان من زيت كهرب خاطر كل شيء يمكن تكون الشارفه والمشكله بعدك تعنتز بالملح، تزيد تعنتز فهمت هيك هو حسيلو. باش نغسل نكمل نخلي الخضره نتاع السلطه تتسقطر نغسلها بالقدا ونخليها تتسقطر، ومن بعد باش نقصوها ان شاء الله باذن الله. مازال بكري بعد نرجع لكم. تعرفوا عند الباجه سعيده جات في ورجلها، وانا ما نحبش مادام نحتم ما يحبوش تصوير قدام رجلها ما نصورش قدامه، ومش معناها يعرفوني انا يعني يعرفوني عندي يوتيوب يعرفوني نصور، اما احترام ليهم ما يحبوش التصوير، فما نجبدش حتى تليفوني ما نجبدوش كاش لحد طلبني ولا حاجه قدام جماعة فهمت. نستعملوا استعمال خفيف هكا هو باهي هكا، من بعد نرجع ان شاء الله كي يحضر الشمنكه او ربما كي نجيو نفوخوها نرجع انا والظروف انا وحسب. اذا كان انا سعدوده برك تو نصور الفاحات، واذا كان وحدي اذا كان جو جماعه ما نجمش باهي. يلا احمد ربي انا عملتك مقابلتكم وانا عملتكم ربطه نعناع طلعوني بدا في كوجين تشكون نحط العنوان كيكة مرحبا بكلمتي هاكا جابت الحمص قلت لكم راه من عند جيهان ربي يبارك لهم ضيفتني البارح انا وسعدوده فرحت بينا على الاخر هي وعموره، واليوم فرحه بينا هالجوره. انا كل نهار مدللين يا ولدي سبع ايام عسل باهي هاكا قلت لكم الشمين كطيب وتو باش ترمي فيه الحمص وخليه عاد ياكل بعضه الكل هاكا هاو يزي في البرك مش خلي الكسكسي الاولاد شاهين كسكسي انت لازم قطر مغنى اللب ولهم كل الرغبات نتاعهم كي نروحوا هكا تو خلت تيب على روحها. ومازال بكري زادت سعيده تحب تعمل ولادها شويه طاجين، مازال بكري على الطاجين انا حضرت لها البطاطين وملحه ومغسوله وحضر بها شاي تو من بعد كي نفوح الشمين كي نرجع لكم. اي سيدي رجعنا معاكم باش نكملوا نرميو قلت لكم قبيله او كملت قصيتها جويده على الاخر الكبده وشفنا الكرشه تقرصت على مخاطر صغيره ورمين بتبعتنا الحمص وطو باش نحطوا الطماطم كل واحد والكميه احنا كميه مش كبيره برشا محسوب مغرفتين طماطم وفلفل هريسه عربي حسب العائلة نتاعك شنو تحب الحرور. الحقيقة أنا حابين حار اليوم شميكة مدام شاهين البنات يحبوا حار، هنا الثوم تنجم تهرش تنجم تخليه هو ديجا باش يذوب وخلينا شوية باش نرموه في الأخر بكل مع آخر حاجة وقت نجي باش نطفيو عليه نرمي شوية شوية ثوم مفشخ. كركم ملح حطيتي؟ لا حت... ليه ما حطيتش ملح باش تيب فيسع ديما الحاجه نحبو تيب فيسع لازم تحطش الملح خاطر يعنتز وما يطيبش اللحم. وضو هذه قاعده والكرشه ذا فيها صغيره الفلفل كل على بعضه خوه على بوه كل نجيب اختي خوه على بوه يتقلى ونرميو تاع الكبده زاد ياخو غلوه وبعديك نرميو الكبده اوكي باهي توا جا وقت باش نرميو الكبده نتاعنا خديت غلوه بالكدا بالكدا زادا روحه خفيفه الكبده وشو محلى الفلفل والبصل شي يعطي ريحه وقول للشمنكه والله يحب البصل برشا ويحب الفلفل الحار والثوم زاده عيني عيني عيني. رجعنا يا سيدي بعد ما
تفات سعدود على المرمز باش نحط شويه بركه خاطر مازال وقت فطور نستناو في الاولاد حتى يجيو من الخدمه نتاعهم. بسم الله ها هو شفتوها طايبه زبده وفيها الكبده زاده طايبه. والحقيقه ما ذقتش على حروره نتصور سعيده هي اللي ذقتها. بسم الله هكا مش باش نحطها نجست شويه بركه. شنو رايكم شويه الفلفل من فوق زين زينها ولونه تهرى الفلفل بالكتاب الكتاب. شنو رايكم يشرح 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 شنو رايكم ريحة فيه فيه المرقة ما انا ما صبيتش برشا وصحن صغيره باش نوريكم بركه حاسيلو. هذا فيديو اليوم هاني دبرت لكم فيديو ان شاء الله يعجبكم. نقول لكم مشاهي طيبه دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.